يعني كل قطعة هاي الأعمال اللي فيها تمام. العلاقات سطحية، علاقات سطحية وليست عميقة. اي هذا هي عدم اتمام الدائره بعدين كل مجموعه تعطي ورقتها للمجموعه الثانيه. طيب احنا نبدا الان بالمفتح فقط ولا بالثنتين؟ اثنين كلها الثنتين. نقاط الضعف لا ينسجم مع المنطق. لا هو يحب التغيير، يحب التغيير باستمرار، يشعر بالملل، يحب التغيير باستمرار. طيب مش شخص لا يشعر بالملل، يشعر بالملل يعني بعد مده يشعر بالملل من عمل بعد مده من الروتين، من الروتين نفس العمل، الروتين بشكل عام. حط لنا هذه والهاي كمل الصفات. اي باقي بقي دقيقة ونص، باقي دقيقة ونص على السريع. بسم الله. هاي ايوه الصفات الاولية. هل تكتبوا اسم المجموعة حقكم عليها؟ منغلق ومنغلق على نفسه. يحب يعني جلوس الحالة. ودوا على تصيبوه.